خير. مساء الخير وائل، كيفك عمو؟ أهلين. في مجال أحكي معك كلمتين؟ عم بسمعك، تفضل. طيب معلش نقعد جوا. شرف. عمي أنا جاي أعتذر منك. عم بسمعك. والله العظيم بعرف إني أنا غلطان ومستعد هلأ أصلح غلطي. يعني ما بتخيل قد إيه أنا بحبها لنور ومستحيل أعيش بدونها. وما خليت طريقة يا عمي إنه أحاول أرجع أحكي معها، بس هي ما عم تعطيني ولا فرصة. وائل اسمعني. عمي مشان الله أنت اسمعني. يعني كلياتنا بنغلط وما حدا فينا معصوم عن الغلط. وأنا مستعد للي بدك إياه من إيدك هي قبل هي. بس خلي نور ترجع لي. شو عمي؟ رح تساعدني؟ يا وائل، يا وائل فهمني. هذا الموضوع مو بإيدي، أنا ما فيني أضغط على نور بهذا الموضوع. بعدين بكفي اللي صار فيها وقت تركتوا بعضكم، يعني البنت ما لم تحمل صدمة ثانية. بس يا عمي والله أنا ما كان قصدي. وائل، وائل الله يرضى عليك. البنت طولت كثير لحتى طلعت منها العلاقة، وتعذبت لحتى تجاوزتها. يا حبيبي، الله يرضى عليك، في ألف بنت بهالبلد بتتمناك. بس أنا ما بدي إلا نور. بصراحة، نور انخطبت. شو؟ انخطبت وعرسها بعد كم يوم. حياة عيونك يا نور ما رح أتركك، ولغيري ما رح تروحي.